الأخوة الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى موضوع الإيميتر فلور كونفيجريشن. هاي الدائرة بيها مواصفات تختلف عن بقية الدوائر اللي أخذناها بالمحاضرات الماضية. طبعا واحدة من أهم خصائص هاي الدائرة هي أنه الفولتج جين مالتها يساوي تقريبا واحد، مثل ما راح نشوف إن شاء الله. وهاي الدائرة عندنا سبب تسميتها إيميتر فلور كونفيجريشن هو أنه الأوتبوت فولتج following the input voltage، يعني الأوتبوت فولتج تتبع الأنبوت فولتج، ما عندي فيز شيفت بين الأنبوت والأوتبوت، الأنبوت والأوتبوت إن فيز. خلي أوضح لكم أكثر بالرسم، يعني إذا هذا كان الأنبوت فولتج سابقا كان عندي فيز شيفت 180 درجة، لكن بهاي الدائرة راح يكون الأوتبوت فولتج منطبق على الانبوت فولتج، يعني الاوتبوت فولتج منطبق على الانبوت فولتج، ما معناه انه الماكسيمم والمينيمم البيكس مالته بنفس الوقت. الاوتبوت دائما ناخذه بهاي الدائره من الايميتر، وهذا ايضا سبب اخر لتسميتها ايميتر فولور كونفيجريشن. واضح عندكم هنا الملاحظة there is no phase shift between the input and output voltages. إذا أردنا نرسم الـ R equivalent circuit لهاي الدائرة راح تكون بهالصورة. هاي عندك الـ R B مثل ما تعلمنا سابقا، طبعا بداية نتخذ الخطوات اللي أخذناها سابقا اللي هي الـ VCC تتصفر تصير ground، المتسعات تصير short circuit. طبعا هنا المتسعة من نسويها short circuit الأوتبوت راح يبقى عليها، وهاي المقاومة ما راح تنحذف لأنه ما راح يصير توازي عليها، فراح تصير بهالصورة. انتبه إلى شغلة أنه الـ Vout ناخذها وين؟ على المقاومة RE مثل ما موجود عندك بالدائرة الأصلية. هاي الدائرة الأصلية في الـ Vout والـ Z والـ Output Impedance ناخذهم على المقاومة الـ RE Capital. الـ RE Capital وليست الـ Dynamic Emitter Resistance اللي هي الـ RE Small. هسه بداية راح نحسب الـ Input Impedance وثم الـ Output Impedance وأخيرا نحسب الـ Voltage Gain لهذه الدائرة. حتى نحسب الانبوت امبيدنس لهاي الدائرة راح ناخذ لوب بهالمنطقة هاي مثل ما تعلمنا سابقا. اللوب هو شنو؟ انه في اي هنا طبعا عندي هنا الفولتية هي الانبوت فولتج، هذا الزائد مالتها، هذا الطرف الموجب، وهذا عندك الطرف السالب للجراوند. فمن تجي هنا راح تاخذها اشارتها موجبة في ان ناقصا اي بي. ليش ناقص؟ لان هذا اتجاه مرور التيار من الموجب للسالب، فراح يصير ناقص اي بي بيتا ار اي. وعندك ايضا هنا راح يكون ناقص التيار المار هو اي اي في المقاومه اللي هي ار اي يساوي صفر. راح يصير عندك هاي المعادله، طبعا هذا الطرف وهذا الطرف بالامكان هاي معادله تساوي صفر، نقلناهم للطرف الثاني صارت اشارتهم موجبه. سبق وان اخذناها هاي المعادله باكثر من كونفيجريشن. إذا تعوض عن قيمة الـ IE بما يعادله، ومثل ما تعرفون أنه الـ IE الـ Emitter Current يساوي لبيتا زائد واحد IB، تعوض عنه بهاي المعادلة فراح تصير هاي المعادلة IB بيتا RE، الـ VN تساوي IB بيتا RE زائدا بيتا زائد واحد IB RE. إحنا عندنا الـ ZB، الـ ZB هي الممانعة المنظورة، شوف بهالاتجاه هذا من بعد الـ RB شو تساوي؟ تساوي الـ VN على يعني حسب قانون أوم الـ V الفولتية على التيار، الفولتية بهاي النقطة هي الـ VN والتيار الداخل هو IB، فالـ ZB تساوي الـ VN على IB. الـ VN هاي معادلة الـ VN إذا تقسمها على IB راح تحصل قيمة الـ ZB، فمنها معناها راح نحذف هذا الـ IB وأيضا نحذف هذا الـ IB، فالـ ZB راح تساوي لك بيتا RE هذا ما بقى من هذا الطرف زائدا بيتا زائد واحد ار اي، ويساوي تقريبا بيتا. شلون البيتا؟ نعرف احنا انه اكبر بكثير من الواحد دائما، فاذا البيتا زائد واحد يساوي بيتا، بعدين نطلع البيتا مشترك، فراح تكون زت بي تساوي تقريبا بيتا مضروبه بمجموع المقاومتين الدايناميك ريزيستنس زائدا الايميتر ريزيستنس ار اي. إذا طلعت قيمة الـ ZB بالإمكان أنه طبعا قبل هذا أكو عندك تقريب، يعني عادة ما تكون الـ RE
الاميتر ريزيستنس قيمتها اعلى بكثير من قيمه الدايناميك ريزيستنس، لذلك بالامكان ان نقول ان هذا الار اي زائدا ار اي كابيتال يساوي لك الار اي كابيتال، وهذا يؤدي الى انه الزد بي راح تساوي لك يساوي تقريبا البيتا ار اي. اذا طلعنا قيمه الزد بي راح تقدر تطلع الانبوت امبيدنس بهالنقطه هاي بكل سهوله، وهي عباره عن توازي بين الار بي ويا الزد بي. اما بالنسبه للزد او يعني شويه التحليلها راح يكون نوعا ما اعقد، لكن يبقى هو فد شيء بسيط. الاوتبوت امبيدنس راح ناخذ نبدي نطلع الاوتبوت امبيدنس من قانون التيار اي بي، مثل ما شفنا انه الاي بي يساوي لك في ان الى زد بي. زين انا عندي الاي اي يساوي لبيتا زائد واحد اي بي، فراح اضرب الطرفين، راح اضرب الطرفين، هذا الطرف اضربه بيتا زائد واحد وهذا الطرف ايضا اضربه بيتا زائد واحد. فالاي اي شو يساوي لي؟ يساوي لي بيتا زائد واحد اي بي مثل ما شفتوا، ويساوي بيتا زائد واحد قيمة الاي بي شنو؟ في ان الى زد بي. يعني هي هاي المعادلة هي نفسها هاي المعادلة، لكن انا ضربت الطرفين بيتا زائد واحد. ما معناه انه البيتا زائد واحد الطرف اليسار للمعادلة راح يعادل لي الاي اي. هسه تقدر تعوض عن قيمة الزد بي، الزد بي شو تساوي لي؟ بيتا ار اي مثل ما شفناها بالسلايد الماضية. شوف الزد بي تساوي لي بيتا ار اي زائدا بيتا زائد واحد ار اي كابيتال. فتعوض قيمة الزد بي بهاي المعادلة اللي طلعتها. شوف بيتا زائد واحد اي في ان على قيمة الزد بي شقد؟ بيتا ار اي زائدا بيتا زائد واحد ار اي، تقسم البسط المقام على البيتا زائد واحد، فهذا راح يكون مقسوم على بيتا زائد واحد، هاي راح تنحذف منها، وهذا ايضا مقسوم على بيتا زائد واحد، معناها هاي راح تنحذف. فالنتيجة النهائية راح تكون شنو؟ راح تكون عندي اي اي يساوي للفي ان، شوف ما بقى من البسط، على بيتا ار اي مقسوم على بيتا زائد واحد زائدا ار اي. زين هسه نجي مثل ما قلنا انه البيتا زائد واحد شو تساوي؟ يساوي تقريبا البيتا، لان البيتا اكبر بكثير ودائما هاي اكبر بكثير من الواحد، معناها متحقق الشرط اللي مثل ما شفنا انه اذا كميه اكبر من كميه اخرى بعشر مرات او اكثر بامكان انه نعتبر الكميتين او مجموع الكميتين يساوي مجموع الكميه الكبيره. فبيتا البيتا زائد واحد يساوي له تقريبا البيتا، وثم نختصر البيتا ويا البيتا زائد واحد على اعتبار انه هملنا الواحد، فالاوتبوت راح يكون عبارة عن في ان مقسوم على ار اي سمول زائدا ار اي كابيتال. هاي هسه العلاقة، لاحظ انه هاي العلاقه طلعتها للاي اي، انا اريد اطلع الزد او، فحتى اطلع الزد او راح ايش اسوي؟ راح اجي ارسم هاي الدائره. عندي دائره بها تيار فولتيه ومقاومه، فبكل سهوله اقدر ارسم هاي الدائره مثل ما تشوفون هنا بهالسلايد هذا. هاي الاختصارات اللي اختصرناها، بيتا زائد واحد يساوي تقريبا البيتا، واخيرا البيتا ار اي على بيتا زائد واحد يساوي للبيتا. المهم انه توصل الى الاي اي مثل ما شرحنا بالسلايد الماضيه، يساوي تقريبا الفي ان على ار اي سمول زائد الار اي كابيتال. زين هسه اجي هاي العلاقه، شوف هاي العلاقه انتبه عليها، راح اجي ارسمها دائره كهربائيه بسيطه. الدائره شبيهه بها تيار مقداره اي اي، بها مصدر فولتيه في ان، هذا الفي ان، هذا ال في ان اللي هو مصدر متناوب، وبيها مقاومتين، مقاومتين وحده ار اي سمول وحده الار اي كابيتال على التوالي من مجموعات مثل ما تشوفون. هاي الدائره بكل بساطه اقدر ارسم هاي الدائره. اذا رسمت طبعا هاي المقاومه هي هاي الار اي كابيتال، وهاي عندك الار اي سمول، وهذا عندك ال في ان، وهذا عندك التيار المار اللي هو الاي اي. فهسه اجي من هاي الدائره، انا عندي الانبوت امبيدنس هي المقاومه المنظوره، شوف
أنا رسمتها هنا حتى تقارن من هاي الدائرة وبين هاي الدائرة اللي رسمتها من هاي المعادلة. فالأوتبوت إمبيدنس هي المقاومة المنظورة وين من اتجاه الار اي، يعني الار اي على التوازي وياها بقية أجزاء الدائرة. فهنا حتى أطلع قيمة الأوتبوت إمبيدنس مثل ما تعرفون لازم أسوي الإنبوت فولتج شورت سيركت، بالتالي هاي راح تكون صفر. إذا سويتها هسه شورت سيركت ايش راح يصير؟ راح الأوتبوت إمبيدنس تساوي لك الار اي كابيتال على التوازي ويا الار اي سمول. ليش؟ لأنه شوف نقطة بدايتهم واحدة ونقطة نهايتهم اثنينهم بالجراوند، إذن الأوتبوت إمبيدنس راح تساوي للار اي الإميتر ريزيستنس على التوازي ويا الدايناميك إميتر ريزيستنس من اللي هي الار اي سمول. وبما انه الار اي عاده اكبر بكثير من الار اي سمول، اذا الزد او تساوي تقريبا الار اي سمول. ليش؟ لانه على التوازي، وقلنا دائما محصل يعني محصله توازي مقاومتين واحده اكبر بكثير من المقاومه الثانيه يساوي تقريبا المقاومه الصغيره. هذا اللي تعلمناه المفروض ماده اسس الهندسه الكهربائيه بالمرحله الاولى. إذن الأوتبوت إمبيدنس تساوي تقريبا R E small، والعلاقة الدقيقة إليها هي R E small توازي مع ال R E capital، وهي هاي أيضا ميزة مهمة جدا من ميزات الإميتر فولور كونفيجريشن. هذا لهذا السبب فإن هاي الدائرة تستخدم بدوائر يسموها الإمبيدنس ماتشينج سيركتس، إن شاء الله تأخذوها بالمرحلة الثالثة بمادة الإنتجريتد سيركت. هسه وصلنا الى موضوع الفولتج جين لهاي الدائره. الفولتج جين من نفس هاي الدائره اللي رسمناها من تيار علاقه التيار اي اي، نفس الدائره اللي رسمناها. الفي اوت هي عباره عن فولتيه على المقاومه ار اي كابيتال، فالفي اوت باستخدام قانون فولتج ديفايدر، شوف فولتيتين هنا على التوالي نفس التيار مر بهم طبعا اي اي، فمعناها انه الفي اوت تساوي للار اي كابيتال المقاومه اللي اريد الفولتيه عليها في الفولتيه الكليه على مجموع المقاومتين. اقسم طرفي هاي المعادله على في ان، راح يطلع عندك الفولتج جين في اوت الى في ان يساوي ار اي كابيتال الى ار اي كابيتال زائد ار اي سمول. شوف العلاقه النهائيه للفولتج جين ايضا رجعت هي عباره عن مجموعه مقاومات، وهذا ما يمكنك من التحكم بالاوتبوت بالفولتج جين بسهولة عن طريق تغيير قيمة المقاومة. لكن الملاحظة المهمة الأخرى هي أنه الار اي كابيتال دائما هي أكبر بكثير من الار اي سمول، لذلك تقدر تعتبر أنه المقام أيضا يساوي الار اي كابيتال لأنه توالي هنا، فبالتالي الفولتج جين يساوي تقريبا واحد لهاي الدائرة تقريبا، يعني هو دائما تلقى أقل من واحد، لكن بما أنه الار اي سمول خصوصا إذا كانت الار اي كابيتال أكبر بكثير، على سبيل المثال هاي فد 1 كيلو الار اي كابيتال وهاي المقاومة تطلع فد 10 أوم، فراح تكون 1000 على 1010 يعني تطلع 0.99 اللي هي تقريبا واحد. هذا الفولتج جين مثل ما قلت لكم يساوي تقريبا واحد، ومثل ما شرحنا سابقا انه الفيز ريليشن شيب يعني ما عندي فيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت، لانه الانبوت فولتج او الاوتبوت فولتج منطبقه تماما على الانبوت فولتج، معناها انه بدايتها بنفس الاتجاه ونهايتها بنفس الاتجاه، الماكسيمم بيك والمينيمم بيك بنفس النقطه. وصلنا إلى مثال 5-7. هذا المثال مطلوب الشكل الواضح أمامكم هنا، نفس الدائرة اللي شرحناها لكن بالأرقام. بداية لازم تشتغل DC analysis مثل ما نعرف إحنا، طلع الـ RE small ومن ثم طلع الـ input impedance والـ output impedance وأخيرا الـ voltage gain. الـ DC Analysis الـ IB، أنا ما راح أدخل بتفاصيل الـ DC Analysis على اعتبار أنه شرحناه أكثر من مرة، المفروض هضمت الموضوع أتمنى هذا الشيء. الـ IB يساوي الـ VCC ناقصا VB على RB زائد بيتا زائد 1 RE، يطلع قيمته 20.42% مايكرو أمبير. من ثم نطلع قيمة الـ IE، إذا طلعت قيمة الـ IE تقدر تطلع الـ RE small بسهولة، تطلع قيمته 12
0.61% أوم. من ثم طلع قيمة الزت بي وهي عبارة عن بيتا آر إي مثل ما شفناها واشتقناها قبل شوية، زائد بيتا زائد 1 آر إي كابيتال، تطلع قيمتها 334 كيلو أوم، وتساوي تقريبا قيمة البيتا آر إي. وأخيرا الزت إن تقدر تطلعها الآر بي توازي زت بي، ويطلع قيمته 132 كيلو أوم. مثل ما قلنا أنه هاي الدائرة الإميتر فلور كونفيجريشن، الإنبوت إمبيدنس مالتها تكون عالية والأوتبوت إمبيدنس تكون قليلة، لذلك تستخدم هاي الدائرة دوائر الإمبيدنس ماتشنج مثل ما تشوفوها إن شاء الله بالمرحلة الثالثة. وأخيرا طلع قيمة الأوتبوت إمبيدنس، تطلع تساوي تقريبا الآر إي سمول، شوف حاصل التوازي 3.3 كيلو أوم، توازي 12 أوم، تساوي تقريبا 12.56% اللي هي قريبة جدا من قيمة الآر إي سمول. وأخيرا الأوتبوت الفولتج جين اللي هو الآر إي كابيتال على آر إي كابيتال زائد آر إي سمول، يطلع قيمته 0.996 اللي هو تقريبا 1. اعتقد انتهى موضوع الاميتر فلور كونفيجريشن. عندكم هذا المثال هو هوم وورك لكم، اتمنى تحلوه بطريقتين. الطريقه الاولى هي انه هذا الاوتبوت ماخذينه من هاي النقطه، هذا المثال الاول الاوتبوت ماخذينه من هاي النقطه من الكولكتر، فهنا وطلعون هاي المطالب الار اي والزت ان زت او والفولتج جين. والطريقه الثانيه انه تحلون هاي الدائره كاميتر فلور كونفيجريشن، معناها الاوتبوت هاي متسعه هنا والاوتبوت منها ماخذينه، نشوف هاي الدائره شلون راح يصير شكلها وشلون راح يصير الاوتبوت فولتج. اشكر لكم حسن الاصغاء والتقيكم في محاضره قادمه ان شاء الله.